الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ إن شاء الله على بركة الله عز وجل بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم حديث واحد فقط لا غير إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحببت أن أبدأ بهذا الكتاب الجميل، وهو اسم كتاب الأربعون القرآني للشيخ أحمد العنقري حفظه الله تبارك وتعالى. ونبدأ إن شاء الله نحفظ بالطريقة اللي أنا أحفظ بيها، وبعد ما سجل المقطع ده هنسمعه بمقدار يعني 10 دقائق فقط لغير، ويحفظ بأمر الله عز وجل، وما التوفيق إنما هو من الله عز وجل. طيب، هذا هو الفصل الأول، الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن الكريم ومدارسة الحديث الأول، فضل مدارسة القرآن الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ننتبه لتشكيل الحروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما. وهذا الحديث لا يشمل الجماعة فقط، بل يشمل الفرد أيضا، فلو قام شخص بمفرده وذكر الله عز وجل حصل له الفضل المذكور. الفضل المذكور في الحديث اللي هو تنزل السكينة، وأن تغشاه الرحمة وتحف الملائكة ويذكر الله تبارك وتعالى في من عنده، يعني في الملأ الأعلى. طيب، هقرأه الآن بقى إن شاء الله بطريقة التحفيز بتاعتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب إلى هنا إن شاء الله قرأته بمقدار 5 دقائق، مرة قطعناه ومرة قرأته إيه بالوصل، نحفظه إن شاء الله ونفعل خاصية التكرار ونسمعه إن شاء الله يعني إيه بمقدار كده 3-4 مرات يحفظ بأمر الله عز وجل. هذا والحمد لله رب العالمين.